يعطيكم العافية. راح نبلش هسه بطرح من تابتر 1. كان في بس موضوع بسيط عن السيفتي بشكل عام. أنا بدي أعمل ديزاين لأي شغلة بالحياة، أنا ما أصممها بالطريقة العادية، أضربها بثابت أو أقسمها ثابت يعني مشان يكون عندي أمان. كيف يعني؟ يعني لو أنا عندي حديدة زيك، الحديدة أثرت عليها قوة 100، أثرت عليها قوة 100 أمورها تمام، لو أثرت عليها 101 تفشل، تصير إيش؟ فيلير. طيب أنا أروح حياة هيك، أروح أمسك هاي الحديد لما بدي أروح أصممها وأشتغل عليها وأروح أحطها بعمارة أو بأي مكان، أروح أصممها عمية؟ أقول لك لا، أقول لك ربط فاكتور بقلل من قيمة اللود بخليها مثلا 80 يعني، بس 80 بس لا يعني ذلك انه عند 81 راح تفشل، لا هي راح تضل تفشل على 101، بس انا بدل ما اصممها على 100 بصممها على 80 للامان، بحيث فروقات التقريب ما يكون في عندي تقريب بين ال 100 وال 101، يعني يطلع مثلا فعليا اللود 99.5، فلو كان اللود فعليا 99.5 مش 100 راح تفشل الحديده. فانا ليش اجلي هاي الاليه؟ لا بضربها بثابت معين بخلي لي ايش؟ اللي يخلي لي اللود اقصى لود هو 80، مع انه ال 81 وال 82 وال 83 ما بيخلوا الحديد تفشل. فعشان هيك هذا الفاكتور بسموه فاكتور اوف سيفتي، فاكتور الامان. هذا بكون انت عندك من المواصفات، في عندك شيء اسمه ستريس التيميت. هذا من وين؟ من جداول معطى، يعني فعليا ما في شيء مش معطى، لا كله معطى حسب نوع الماده في لها ستريس التيميت، وهذا اللي راح ناخذه بشابتر 2. وفي عندي شيء اسمه الستريس الاوبل. هذا الستريس الاوبل هذا اللي انا نفسه هو بي على اي. فبقول لك حاصل قسمه الالتيميت على الاوبل بيساوي الفاكتور اوف سيفتي، معامل الامان. يعني انا فعليا ما بدي احل اي سؤال على شابتر 1 بالنهايه، يعني لو اعطاني جاب لي سيره الفاكتور اوف سيفتي، لو جاب لي سيره التيمت، جاب لي سيره اللابل، بدك تعرف انك تحل على هذا الموضوع. طب كيف بدي احل هذا الموضوع؟ بكل بساطه انا ما راح احل عليه اسئله لانه كافي، يعني خلص نفس الطريقه العاديه، بس بصير اخر شيء اضرب برقم او اقسم على رقم. الستريس التيمت معطى ما بدي اياه، طبعا مش شرط ستريس، ممكن يكون بي التيمت، ممكن يكون ستريس التيمت، يعني مش بس انه ستريس، لا انه عادي شير ستريس او لود التيمت. الفكره انه شيء على شيء، هذا بسموه الفاكتور اوف سيفتي. وانتم بس تكبروا شوي وتفوتوا على الار سي راح تاخذوا كثير، او بالستيل راح تاخذوا كثير ثوابت زي هيك، الثابت اللي بضربه مشان اقاوم المومنت، الثابت اللي بقاوم مشان اقاوم الشير 0.9.75 وهكذا. فانت فعليا بتضرب الفاكتور اوف سيفتي بالستريس الاوبل بيعطيك الستريس التيمت. ففكره هذا الشيء بس انه انت بدل ما تصمم على القيمه الفعليه بتصمم على قيمه اصغر منها بحيث انه تضمن انه الحديده ما تفشل مستقبلا. بس يعني ما راح اقدر اشرح اكثر من هيك لانه الامثله اللي عليه نفس الشيء بس انه بتضرب برقم. واذا ظل معنا وقت بنرجع نشرحه. تمام، خلينا نفوت على شابتر 2. شابتر 2 بحكي لي عن الستريس اند سترين اكسيال لودنج. عرفنا الستريس من الشابتر الماضي، هسه الستريم. والسترين لايش؟ بس للاكسيال لودنج، مش للسترين لاشياء ثانيه. اكسيال لودنج كيف يعني اكسيال لودنج؟ بس حكيت لكم بالفيديو الاول، لو عندي انا جسم زي هيك وهذا هو السنترويد تبعه السنتر، فانا لو كان اللود عندي، لو كان عندي اللود على هذا السنتر بيكون هو اسمه اكسيال، اما لو كان اللود هون هذا مش اكسيال، يعني هذا اكسيال هذا نت اكسل. تمام، الاكسل يعني لو انا بدي اخذ المومنت، لو فرضت هذا اخذ المومنت عند المحور بيعطيني زيرو، اما لو بدي اخذ المومنت عند هذا المحور هو نفسه هذا، يعني هاي الفورس تعمل لي مومنت، فلما تعمل لي مومنت هذا بكون نت اكسل، اللود مش اكسل. فانا لما بدي احل على هذا الشابتر بدي اللودات تكون اكسل، قوه محوريه، وعاده اغلب اسئله هذا الشابتر كلها لودات اكسل. فانا هسه بدي احسب شيء اسمه السترين للاكسيال لودنج. شو يعني السترين؟ بحكي لك السترين هو مقدار، او تقدر تقول نسبه الاستطاله، يعني شيء ما له وحده، يعني السترين، السترين بقدر اقول لك انه هو يونتلس، يعني ما له وحده. طيب شو قانون السترين؟
بديش اعطيك اياها قانون، بدي افهمك اياها فهم. لو انا عندي جسم زي هيك مربوط بسبورت، طبعا هذا اللي فوق سبورت، هذا الجسم انا ظليت اشده ماشي، ظليت عملت له قوه شد. هذا بالمستقبل كيف بده يصير؟ لو ظليت انا لو ظل اشد مطاط اشد مطاط اشد مطاط، مش تطول، ما في شيء بيطولش الا ما يطول. فايش بصير؟ مثلا صارت زي هيك، وبرضه لاحظ انه مش بتطول بتضل نفس الديميتر، لا برضه بتصغر، ما في شيء بالطاوله بضل نفس القطر. هذا الشيء كله رح نناقشه بهذا الشابتر. فبصير عندي هيك الشكل فعليا، اعتبر ما فيش لود. فالمسافه هاي، المسافه اللي بينهم هي بسموه شيء اسمه ديفليكشن اس، بسموه ديفليكشن اس. الاس طبعا هذا كل محور الشابتر، هذا الديفليكشن او deformation او stress او elongation. يعني لو شفت كل هاي المصطلحات، هاي كل المصطلحات بتمثل لي الاس، هاي بتمثل لي كليات الاس. فانا هسه فعليا الاس هي مقدار الاستطاله، هاي مقدار الاستطاله لها قوانين، او اذا انه عندي شكل زي هيك بقيس هاي طولها كم كان النوت مثلا، وهي كان طولها كم، صار طولها L. فمقدار الاستطالة عبارة عن إيش؟ S تساوي L ناقص L نوت. فأنا ما راح أحسب الأسئلة اللي إحنا راح نحلها، ما راح أحسب L ناقص L نوت، لأنه فعليا ما في إشي اسمه L ناقص L نوت. الأشكال ما راح يعطيك الشكل النهائي له. فأنا بدي أضطر أستعمل قوانين، راح أشتق قوانين معينة، مش راح أشتق لكم إياها، أعطيكم إياها جاهزة ونحل عليها. فالسترين، السترين بحكي لك هو مقدار الاستطالة، يعني مقدار الديفليكشن على الايش؟ على الطول الاصلي. نسبة استطالة، قديش استطالة من الطول الاصلي. هاي هي السترين. والاس وحدتها متر مثلا، والال وحدتها متر، الاس وحدتها مليمتر، الال وحدتها مليمتر. انتبه للوحدات. الدكتور وليد اسئلته مش اسئلة سترينث، الدكتور وليد اسئلته اسئلة وحدات. يعني بجيب لك اذا الاس تساوي 10 متر، ايش مش منطقي عادي. ال بتساوي 200، لا بديش بتعكس، اس بتساوي 200 ملم وال بتساوي 10 متر، شو بتروح تعمل انت؟ بتحكي السترين بساوي 200 على 10. وانا هيك بقول لك غلط، الوحدات مش نفس الاشي. بدك تحكي 200 ملم، يعني 200 في 10 قوه سالب 3 على 10. هذا اللي انت بدك تحطه بالجواب، الجواب اللي بيطلع معك بتحطه. اما اذا حطيت هذا غلط، لانه بالخيارات راح تلاقي 200 على 10 كم؟ 20. راح تلاقي 0.2، راح تلاقي 2000، وراح تلاقي 0.002، راح تلاقي 0.002. طب يا اختار من كلهم نفس الشيء. فعشان هيك كون مصحصح على الوحدات، كل رقم بتكتبه اكتب جنبه وحدته مشان تعرف تختصر، او تضرب بالبريفكس تبعته. البريفكس اللي هي ملي، كيلو، نيوتن، طن، باسكال، سوالف طرمه هاي كلياتها. بدك تنتبه على الوحدات، اهم شيء بشابتر السترين الوحدات. تمام. فهذا كان مفهوم السترين بشكل بسيط. طبعا هذا الشيء بسموه نورمال سترين، مثل ما كان عندنا في عندنا نورمال ستريس، في عندي نورمال سترين، ومثل ما عندنا شير ستريس، في عندنا شير سترين. كل شيء اخذناه بالستريس موجود برضه بالسترين. هاي مواضيع الشابتر اللي راح ناخذها، راح ناخذ الانترودكشن، ما راح نشرح كل المواضيع لانه في شغلات كثير متعمقه بناخذها بالكونكريت مستقبلا او بالار سي. راح ناخذ احنا فعليا الهيكس لو، الهوك لو اهم موضوع بالشابتر، وراح نشرح الستريس سترين دياجرام، والنورمال اندر اكسل لودنج شرحناها هسه. الاستاتيكلي اند ديتيرمنت بروبلم، تذكروا بالاستاتيك كنا نحكي لو عندي ثلاث سبورتات ما كنا نعرف نحلهم، ما قلت لكم بس ناخذ ستراكشر 2 راح نصير نعرف ناخذهم. ف احنا برضه ما راح ناخذ ستراكشر 2 هسه، لا احنا راح نحل الاسئله، راح نحل الاسئله على مواضيع الاكسيال لودنج. لو عندي اكسيال لود وانديتيرمنت، يعني ما بقدر احله بالستاتيك، بقدر احله هون. اما كبيمات وفريمات هذا بتاخذه بالستراكشر 2 ولا ستراكشر 1 حتى. فاحنا راح ناخذ ستاتيكلي انديتيرمنت بروبلم، راح ناخذ كمان التغير الناتج عن حراره. يعني في عندي لودات مش لود بي، لود حراره، يعني بقول لك انا اذا زدت درجه حراره الشيء مش بده يستطيل، او اذا قلت درجه حراره الشيء مش بده يقل طوله. بدنا ناخذ شيء اسمه بوزون ريشيو، بعدين تفهموها. الشغلات هاي ما راح نحتاجها. الشير سترين راح ناخذه،
والباقي كله ما راح ناخذه، راح ناخذ شيء اسمه كومبوزيت بادي. لو انا عندي اسطوانه مكونه من المنيوم وستيل وطلب مني ديفليكشن لها، ما راح استعمل قوانين عاديه، راح ناخذ اشياء ثانيه. ستريس كونسنتريشن ريشيو والستريسز ما عندنا فيهم، يعني بس راح ناخذ بعض المواضيع من شابتر 2، والمواضيع الثانيه بتختم بمواد لقدام ان شاء الله. مثل ما حكيت لكم قبل شوي عن تعريف الستريس، هاي ال ال، واي الاستطاله اللي هي السترين، لو بعضها كان طوله 2L فمعناته هاي السترين اللي هي 2S يعني منطقيا يعني عادي. وهاي السترين بيساوي S على L اللي هي الاس اللي هي الطول الناقص الطول الاصلي. هذا مثال مش راح نشرحه هيك يعني، راح نشرح امثله كثير. وهاي شغله الوحدات قلت لكم انتبهوا عليها، اعرفوا شو الدكتور طالب. ولاحظوا انه السترين، خلينا نكبر الصوره شوي، انه السترين ما له وحده، هاي الميو اللي هي مايكرو، هاي ما هاي مش وحده، هاي بريفكس ثابت، يعني هاي 250 في 10 قوه سالب 6، هذا الجواب. فانتبه على الوحدات، انه المتر راح اروح مع المتر، السترين ما له وحده، هي هون انش على انش، الانش بتطير مع الانش، ما له وحده. انتبهوا رجاء يعني الوحدات انتبهوا عليها. الستريس سترين دايجرام، طبعا انه الستريس هو البي على اي والسترين هو الاس على ال نوت الطول الاصلي. هاي بالشغلات راح تشوفوا انه كيف راح نشتقي قانون البعض من الستريس سترين دايجرام. الستريس سترين دايجرام هو من اهم الدايجرام او الرسمات اللي بناخذها بالتخصص الهندسه المدنيه وبتخصص الماتيريال، يعني جامعه الهندسه الصناعيه باخذوا مواد اسمها ماتيريال، برضه هذا الشكل عندهم هم اصلا بكونوا ماخذينها قبل السترينث هاي الماده، فبكون هذا الشيء عندهم عارفينه يعني حافظينه وفاهمين شو قصته. هذا الكيرف راح ترجع تاخذه بماده الكونكريت. فعليا الستريس سترين دايجرام بيمثل لي سلوك الماده، هاي الماده اسمها مقاومه مواد، يعني انا فعليا بدي ادرس الماده، الماده شو بده يصير لها نتيجه تعرض اللود. فعندي انا مواد اسمها دكتايل ومواد اسمها بريتل. الدكتايل مثل الحديد، مثل الحديد اللي شايفه قدامك هون، هذا الحديد. هذا الحديد بقول لك لو انا هذا الحديد ضليت اشده، هاي ضليت هذا. طبعا الحديد كيف كان؟ هذا الحديد كان زي هيك، على فرض انه هو مدور كان زي هيك، تمام. هذا الحديد لو ضليت اشده زي هيك او انه هاي زي هيك، راح يصير لي بالمنطقه هاي بالمنتصف تقريبا، راح يصير لي بالمنتصف تقريبا هون تخصر بسموها نيكينج. لهي الحاله بوصلها بعد ما يمر بالحالات هاي كلياتها، لما يوصل لهون عند ستريس التيميت، عند ستريس التيميت بصير لي عنده نيكينج. نيكينج يعني تخصر، بتخصر. شوف كيف صار شكله، صار زي هيك. بعدين بتضل تشده كمان شوي، ما يعني اقل بشوي، اقل بشوي من ما تزيده، بصير عنده رابتشر. رابتشر يعني ايش؟ كسر. كيف بصير؟ بينكسر من المنطقه نتخصر فيها. ففعليا هاي الزاوية، يعني هاي هيك هذا، فعليا الزاوية هاي هي مش واضحة كثير، هاي الزاوية 45 درجة. فدائما الكسر بالمواد التكتايل ما بيحدث مفاجئ، يعني لو جاب لك سؤال كونسبت مفهوم قال لك الكسر بالدكتايل بيكون هو مفاجئ ولا لا، يعني سدن ولا لا، بقول لك لا مش سدن. ليش؟ لانه هو بأول شيء بتخصر بعدين بنكسر، يعني بصير عندي شيء بيحكي لي انه راح يصير عندي كسر، انتبه. ايش يعني؟ بتنبهك ماده التكتايل او الستيل بشكل عام، بتنبهك انه راح يصير عندي ايش؟ كسر. فانا مباشره لما اشوف عندي تخصر مباشره بشيله وبحط واحد بداله، ما بستنى عليه ينكسر، بوقع على المبنى، لانه الستيل من مواد البناء اللي احنا اصلا عايشين بالعمارات وبالفنادق وبالابراج والمدارس والجامعات من الحديد هذا. فاحنا ليش بنشوفه؟ احنا ننتبه على خصائصه، ونعرف شو كل خصائصه، ونعرف متى بده يتخسر ومتى بده ينكسر مشان ما تفشل العماره. ف طبعا هذا اختبار الحديد، هيك بصير شايف مثل ما قلت لكم بكون شكله هيك وبقل. بس نرجع للديجرام، وين صار؟ الديجرام بدي اعرف بس كم مصطلحات. في عندي هاي المنطقه هاي كاملة بسموها يلدنج. يلدنج يعني تشوه، يعني بصير تشوه بالمادة. يعني لو أنا عندي عمود، لو عندي عمود وهذا العمود كان كثير كبير وقصير، هذا يعني ما راح يصير له تقعر أو انبعاج، ما راح تفهم معنى انبعاج إلا مستقبلا. ف
لو انا يعني زي مسطره الرسم، مسطره الرسم لو طلعت شده زي هيك تقعر معي زي هيك بتصمم. تمام، هذا الاشي لو اظل اشده، لو اظل اشده بيجي بينكسر من هون، بفشل، بفقع، بفقع فقع. هاي الفقع انه بفقع الشكل هذا، شو بسموها هاي الشغله؟ بسموها يلدنج. خلينا اورجيكم رسمه لهاي الاشي، بس احنا خلينا بدنا نفهم الماده مزبوط، فنيجي على رسمات واقعيه بالحقيقه عشان نفهم. طبعا نيجي للحل، هسه بنيجي للحل دقيقه، بس انا خلينا بدي اورجيكم كيف العمود بفشل. لاحظوا انه لو هذا الاشي طلعت اشده زي هيك شو بصير عندي؟ بفشل زي هيك. هذا الاشي، هذا الاشي بسموه ييلدنج. هذا الييلدنج بحدث بالماتيريال، وهذا البكرنج هذا الانبعاج اللي قلت عنه. لو عندي انكسر عمود بينكسر عندي زي هيك اذا كان عندي انبعاج. انا ما بدي انبعاج، انا عندي منطقه الييلدنج بصير شكله زي هيك. طيب نرجع للكتاب. السترين هاردنج والنيكنج، السترين هاردنج بصراحه ما بعرف شو هي، ممكن انه بصير عندي سترين كثير، ممكن ما بعرف صراحه. بعدين عندي النيكنج، النيكنج اللي هي التخثر، والرابتشر اللي هي الكسر. فاحنا راح ندرس بالسترينث، راح ندرس احنا فعليا لحد هون، راح ندرس لحد الييلدنج. هون الييلدنج لاحظ انه عندي هذا الشيء لينير، الجهه اللي بكون عندي فيها الشكل لينير تسمى منطقه الالاستيك. كانه بكون هذا الميل، بكون في عندي هنا لاحظ انه شيء افقي وشيء عمودي وميل. ميل الخط المستقيم بسموه المودلس اوف الاستيسيتي، اللي هو معامل المرونه. يعني انا الجسم عندي مرن، بستطيل وبتقلص، بستطيل وبتقلص، فهذا مرن. فالستريس ييلدنج هو الستريس الالاوبل اللي بنحسب عليه، هو مش نفسه بس احنا خلاص مصرنا نعتبره هو الييلدنج. فهو لما يعطيني ستريس ييلدنج انا مباشره بعرف انه في عندي الستريس والديفليكشن والسترين والسالفه كلياتها. فانا هسه لما بدي اشتق قوانين بدي اعرف القانون اللي اجى عليه. قانون اللي هسه قلت لكم قبل شوي، في عندي قانون هوك، قانون هوك، قانون هوك هو عباره عن انا عندي هاي سترين وعندي هاي ستريس، معناته الستريس بيساوي شيء في السترين. طب الشيء هذا ايش؟ هو ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم هو ايش؟ هو شيء اسمه مودلس اوف الاستيسيتي، اللي هو بده يكون الستريس بيساوي الاي مودلس اوف الاستيسيتي، من الاستيسيتي يعني الاستيك، في ايش؟ في السترين. فانا هسه الستريس بطل بي على ايه، صار ستريس في السترين هذا الشابتر. بس بقدر اخلط الشابترين سوا. عشان هيك انه الستريس هو عباره عن المودلس اوف الاستيسيتي في السترين. هذا الاشي من وين اجى؟ من هذا المنحنى. هذا الاشي ايش بسموه؟ هوك لو، هوك، هوكز لو فور نورمال ستريس. هذا نورمال ستريس، للشير ستريس، في للشير ستريس لسه مش جايين. فعشان هيك لما نحسب الستريس، الستريس بحسبه من الاي في السترين. السترين عرفنا كيف نجيبه، والستريس عرفنا كيف نجيبه، بنجيب الاي. او اذا معي بقدر اجيب الستريس، واذا معي الاريا بقدر اجيب اللود. فانا فعليا هسه صار بامكاني اقدر اجيب اللود اللي بخلي لي الجسم قديش يستطيل. وهذا الشيء اللي راح نشرحه بالامثله. فهي الامثله احنا كيف راح نحلها؟ راح نحلها من اشتقاق هذا القانون اللي انا حطيته قبل شوي، اهم قانون بالشابتر هذا هو. هي نسبة الاستطالة اللي هي نفسها فعليا السترين، هي تغير الطول النهائي ناقص طول البداية الابتدائي. في عندي الاريا ريدكشن برضه، هذا راح ناخذه اللي هو السترين لاتريال، السترين الجانبي راح افهمكم كله مبدأه. الكومبريشن تيست اللي هو اللي راح ناخذه بالكونكريت احنا ما راح نحتاجه، احنا هون همنا المودلس الاستيسيتي. طيب هاي الشغلات مش مهمة كثير ابدا، يعني ما في داعي تتروح. طيب احنا هون همنا الديفورميشن اوف ممبرز اندر اكسل لودنج. هسه بدي احسب الديفليكشن. كيف بدي احسب الديفليكشن؟ هسه مثل ما حكيت لكم، بدي اخرج من الكتاب، مثل ما حكيت لكم انه الستريس بيساوي الاي في السترين. هذا الشيء جبناه من منحنى الستريس سترين دايجرام. انا بعرف انه الستريس هو بي على اي،
وبعرف انه الاي هي اي ثابت لكل ماده لها اي معينه، يعني ما في اي لكل ماده نفس الشيء. السترين هو الاس على ال. طيب انا بدي الديفورميشن، بدي الديفليكشن، رتب القانون اس تساوي بي في ال على اي في اي، ضرب تبادلي. هذا هو الستريس، هذا هو الديفليكشن، الديفورميشن، الالونجيشن. فانا هسه فعليا لو بدي احسب الستريس لحاله بقدر اقول هو بي على اي، او ايش الستريس بيساوي الاي في السترين اللي هو اس على ال. فانا فعليا الاس بقدر احسبها ستريس في ال على اي. يعني ننتبه انه مش اذا ما جاب لي مثلا، يعني شوفوا هاي الثلاث قوانين، شوفوا هاي القوانين كلياتها، هاي الشاشه كل القوانين اللي بالشاشه، لاحظوا انه ممكن يجيب لي سؤال في لود وفي مساحه وفي اي وفي اي، وشو انت تعمل؟ تحسب ديفليكشن، تقول المعطيات كامله. ممكن يجي يطلب منك ديفليكشن وما يعطيك اريا، ما يعطيك لود، يجي يعطيك ستريس وقال له اي، تقول تروح تحكي معطيات ناقصه، انا ما معي اريا ما معي لود، بنحرك. هي ممكن يعطيك سترين، يقول لك احسب الستريس. فلا تقول لي ما عندي مساحه، لا تقول لي ما عندي لود، لا انت عندك كل شيء. ممكن يطلب منك مودلس اوف الاستريسيتي، راح يعطيني الستريس والسترين، او بيعطيني الستريس واللود، او بيعطيني الستريس والديفليكشن مع الاطوال اللي بالشكل. فانت انتبه انه هاي القوانين كلياتها كلها بتؤدي لنفس المطلوب، كلها بتؤدي لنفس المطلوب. انتبه انه مش شرط دائما يعطيك كل المعطيات، المعطيات هي انت بتكتبهم على جنب وبتشوف انت شو اللي بيناسبك، شو اللي بيناسب السؤال، السؤال فيه لود وطول واريا ومودلس اوف الاستريسيتي بطبق هذا القانون، ما في عندي لود بس عندي ستريس بطبق هذا القانون وهكذا. فاعرف انه انت المطالب ممكن تكون عندك، انا اكتب ارقم لك اياهم، ممكن عندك مطلوب واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن اربعة، وممكن خمسة، وهو بتفرع لدي متر يعني ستة. شوف قديش مطلوب بقدر اجيب من هذا القانون، بقدر اجيب السابع، بقدر اجيب الثاني. انا مفعليا من ثلاث القوانين فعندي ثمان باراميتر، ثمن معطيات، ثمن مش معطيات، ثمن شغلات انا ممكن اقدر احسبهم بالقوانين هاي. انا بالمعطيات هاي بالقوانين هاي لازم اعرف انه لو طلب لي ثمانيه من هذول الشغلات بحسبهم من هذول القوانين، بدي اعرف اي قانون استعمل حسب الحل بنعرف كيف نستعمل. يا ريت تكون انها وصلت. في حدا مش فاهم لحد هون كيف شو الستريس شو السترين شو القوانين تبعتهم؟ لان اغلب اللي حكيته وهاي القوانين هسه راح نحل عليها، مش راح نحل على العالم كلهم، هو واحد مشهور والباقي اشتقاقات منهم، انتم شفتوا كيف اشتقيتهم، هذا قسم تايع، هاي كذا كذا وبس. طيب طبعا ضل 8 دقائق للزوم، اول ما يخلص الزوم نفوت مره ثانيه مباشره. هاي طبعا اشتقاق القانون من اجابي ال على اي اي ما نحتاج. طيب نيجي على مثال، هذا مثال كونسبت ابلكيشن، يعني بس مثال بفهمك المواضيع اللي حكيناها. بقول لك اوبجكت ديفورميشن للستيل بار under the given load. طبعا في عندك load 30، عندك load 45، عندك load 75. هسه هذا بده هو الديفليكشن، الديفليكشن عند المنطقه البرا. بدي افهمك شغله، هذا سبورت، السبورت الديفليكشن عنده زيرو، يعني لا تيجي تحكي لي تيجي تحسب الديفليكشن من هون، الديفليكشن هون زيرو. لما بدك تيجي تحسب الديفليكشن دائما ابدا من الجزء الحر، هذا ثابت هذا حر، ببلش من هون، ببلش بمشي من الجزء الحر للسبورت، بمشي زي هيك اتجاهي زي هيك. القانون انا عندي بي ال على اي اي، انا اذا تغير عندي اللود بدي اجمع، تغير عندي الطول بدي اجمع، تغيرت عندي الاريا او الديميتر بدي اجمع، تغيرت عندي نوع الماده بدي اجمع. كيف يعني بدي اجمع؟ يعني انا فعليا لو كان الجسم كلياته زي هيك وهذا فيكس سبورت وهذا لود، قلت لك احسب لي الاستريس، بقول لك الاستريس بي ال على اي اي. طيب لو حطيت لك خط هون او حطيت لك خط هون وقلت لك هاي الماده ستيل، قلت لك هاي الماده المنيوم، بقول لك الاستريس راح يصير هاي طبعا ال1 متغير الطول مباشره وهي ال2، راح اقول لك الاستريس بطل زي هيك، الاستريس صار بي في ال1 على اريا 1، طبعا الاريا نفسها خلي الاريا زي ما هي، في الاي للستيل زائد
بي في ال2 طبعا اللود نفسه ال مش نفسها الاريا نفسها وفي الاي في الالمنيوم هيك بيصير الاستريس. يعني انا شو ما تغير عندي بجمع بغير. فانا فعلا لو بدي ابسط هذا الشيء بحكي بي على اي هذا الديفليكشن مش الاستريس بي على اي في ال1 على اي بالاس تي زائد ال2 على اي الالمنيوم. ممكن ما يعطيني بي على اي ممكن يعطيني الاستريس لهذا الشكل بشطبه بحط استريس في ال على اي استريس في ال على اي. ننتبه لو قلت له شايفين كيف انا يعني كيف بتختار سؤال كيف بتطلع سؤال مباشره شفت عندي قانون. يعني الدكتور ممكن ما يجيب لك لود يجيب لك هذا الشكل نفسه يقول لك اندر ذا كونستانت لود يعني نفس اللود عندك هذا الشكل يقول لك احسب لي الاستريس احسب لي الديفليكشن فما يعطيك اللود يعطيك وما يعطيك الاريا. شوف انا مش معطيك اريا مش معك لك اي 1 واي 2 اجي اقول لك الاستريس يساوي 20 ميجا باسكال باجي بقول لك انا هاي بشطبها بحط 20 في ال1 على اي زائد ال1 على اي يعطيني الاسترين. طيب هاي حاله من حالات الاسئله انه انا كونه اللود ما تغير البي نفسه بس تغير عنده الطول بجمع تغير عندي نوع الماده بجمع. طيب لو انا عندي الشكل زي هيك هيك بعدين صغر زي هيك طبعا هذا الفيكس سبورت وعندي برضه نفس اللود برضه عندي نفس اللود فلما بدي احسب الاسترين الديفليكشن بدي احكي هذا ال1 وهذا ال2 حتى لو الطول نفسه لو هاي 50 وهاي 50 مش مشكله الفكره انه الديميتر تغير الماده نفسها طالما الماده نفسها فراح احكي انا اللود نفسه الاريا الاريا مش نفسها فانا بي ال على اي بي ال1 على اي 1 اي 2 في الاي الاي نفسها خلاص ما برمز لها ستيل اول من يوم زائد بي في ال2 على اي في اي ففعليا الستريس بهاي الحاله راح يساوي اللود نفسه الاريا مش نفسها ال لو فرضته نفسه يعني هاي حكيتها ال1 بتساوي ال2 فبحكي ال بطلعها والاي بطلعها فبيطلع عندي ايش واحد خط عوامل مشترك على اريا 1 زائد واحد على اريا 2 يعني انا فعليا بقدر احل مباشره بس انا تبسيط للقانون ممكن اسهل للتعويض ليش اضل احكي عن اليه حاسبه بي في ال على اي اي زائد بي ال على اي اي لا خلص بي ال على اي بطلعهم بيضل واحد على اي 1 زائد واحد على اي 2 مباشره. ف مثل ما انتم شايفين انه حسب تغير عندي القطر بجمع تغير عندي الطول بجمع تغيرت عندي نوع الماده بجمع ولو تغير اللود بدي اجمع. كيف يعني لو انا رحت نفس الشكل هذا راح اضيف لك لود هون ضفت لك لود هون بدي احكي بجمع طبعا بجمع مش انه بطرح الاشاره الطرح والجمع بحطه مع اللود ما بحطه مع الشيء الخارجي زائد لو هاي بي 1 هاي بي 2 طبعا هذا الحد وهون جمعنا بس شو اللي تغير عندي اللود فهون بي 1 وهون بي 2 لو بي 2 اكبر من بي 1 بحط سالب تمام لو بي 2 اكبر من بي 1 بحط سالب هي فعليا مش بي 2 فعليا هي عبارة عن P1 ناقص P2 هسبب شرحكم هي مثال لحالها زي الستريس يعني فعليا الديفليكشن صار P1 على L1 في A زائد P1 ناقص P2 على L2 في A2 في E يعني فعليا الحالات اللي أنا بجمع فيها بالقانون هي عبارة عن الحالة إذا تغير عندي اللود الحالة تغير عندي الاريا الحالة تغير عندي الطول الحالة تغير عندي الطول الطول يعني إذا تغير الطول بدون بدون مادة لا مثلا ما تغير الطول بشتغل عليه كامل. طيب خلينا دقيقتين للي عنده استفسار لأنه الزوم راح يفصل فمش راح أبلش بالمثال وهو راح يفصل لا الدقيقتين هذول أي حد عنده سؤال يسأل إذا ما حد عنده سؤال يطلع ويرجع بعد دقيقتين. هاشم عندك سؤال؟ الله يعطيك العافية حبيبي هاشم. طيب خلنا نطفي الريكورد مشان اللي مستحي يسأل من الريكورد.